كاسة درجات فليلي ياخذ الشعري فإحنا نمشي. شنو كان عملي؟ كان عملي أنه يبيع يعني مواد كهربائية وكذا يعني مثل العامل إلى أجرة 15 فيه. تمام. فالرجل يعني الحمد لله أنا ما أقولش يعني أنه أهله صندوق خصوصا فعمل كفل العمليات وإلى بس أنا أقولش الإنسان اللي يعطي يجرح مرات إحنا بحكم إحنا مريض شجان نسمع الكلمة الوحدة من أهله ما متعرفين تصورين اللي يصير بي أنا والله أحس ما ياما كان يبكي رجل يبكي صعبة يعني صح. كان عندنا أولاد وتعرفين صغار. كم طفل عندك؟ أنا عندي أربعة. أربعة فيعني أربعة زين هذول الأربعة مواصلين مسيرتهم الدراسية؟ أيوه لأن أنا إنسانة أكاديمية تعبانة على نفسي فأتمنى أولادي أنهم يكونوا بعد أفضل من اللي أنا أخذتها. والله يا ريت يعني إحنا نرحب بهذا الشيء يعني تعبين عليهم حتى يوصلون يعني يعني مستقبلهم ما لهم ذنب يعني يعني هم بحياتكم أكيد يعني إن شاء الله إن شاء الله إحنا وياك أزهار إيد بإيد وما نخليش يعني ما نخليش تحتاجين شيء بس يعني هسه شنو احتياجك مثلا غراض شنو محتاجي أثاث منزلية من حاجاتك وحاجات أطفالك وإن شاء الله ما نقصر وياك.